مساء الفل. بداية دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020 وفوز للهلال في السودان وخسارة للأهلي في تونس، هنكون معاكم محمد مصطفى وأحمد عريان للحديث عن مباريات اليوم الأول من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. أهلاً بك. بداية مخيبة للأهلي من حيث النتيجة، مش مزرية من حيث الأداء. الأهلي بيخسر من النجم الساحلي في رامز بهدف مقابل لا شيء. أولاً شايف السبب الأول في خسارة الأهلي النهاردة إيه؟ هل السبب الرئيسي كان في التشكيل اللي بدأ فيه روني بايلر، الظروف النقاء، هل التحكيم هو السبب الأول ولا قوة النجم الساحلي ولا كل ده؟ مبدئياً هنتكلم الأول عن تشكيل الفرقة من البداية خالص. روني بايلر بدأ في نص الملعب، أو دي النقطة اللي كان الناس كلها بتتكلم عنها، قفشة جنب عمرو السولية. فكرة إن أنت تبدأ باتنين ديفندرات ما فيهمش لاعب سترايلر، دي كانت مغامرة إلى حد ما. وأنت بتلعب فرادس أو بتلعب قدام فريق زي النت، كان برضو في علامة استفهام على النقطة دي. بس كنا قاعدين برضو مترقبين إن إحنا نشوف الخطة هتمشي إزاي والتشكيل هيمشي إزاي. كل حاجة تقريبا اتضربت في الدقيقة 13. انت كارت احمر في الدقيقة 13 لأيمن اشرف، مش هنتكلم على صحته او عدم صحته، بس هي في مسك او ما فيش. كان الاعادة الثانية بينت ان ايمن اشرف شد لاعب النجم حكم اللقاء ادى كارت احمر. تقريبا ده غير سير المباراة تماما وغير كل الحسابات. خلت ريني بايلر في الدقيقة 30 بيطلع وليد سليمان، اللاعب المفروض اللي بيلعب في الحتة رقم 10، بيطلعه وبينزل محمد هاني وبيرجع احمد فتحي يلعب مساك. دي كانت يعني لو انت مش هتقدر تحكم فنيا النهارده على بايلر في الهزيمه الاولى دي. يعني انت النهارده مش هتقدر تقول ان بنسبه 80% بايلر يقدر يشيل الماتش. لا، انت النهارده كانت المشكله كلها زي ما قلنا الطرد في الدقيقه 13 في وقت مبكر جدا. اول 10 دقائق الاهلي كان بيمسك كوره، كان بينقل، كان في كور قصيره، كان في خلخله باينه جدا للدفاع النجم اللي لعبه بتحضر. كان في حاجات بدايه مبشره، لكن مع الطرد الموضوع كله اتلف. يعني ممكن نقول ان ظروف الماتش كان ليها اثار سلبيه. اكيد اي فوز بيتحقق لما فريق بيكسب الثاني بيبقى الفريق اللي كسب هو ظهر بشكل اقوى، فمش هنلغي حق النجم الساحلي ولا هنخلي هنحط راسنا في التراب ونقول الاهلي لا عظيم الاهلي ما خسرش، الاهلي خسر دفاع لا ما ينفعش. النجم الساحلي ده مش تمام، حاجه كويسه بس الاهلي ده مستر. لا انا اتكلمت بس لا ما بقول عليك انت مش معاك طبعا. تمام. فلما نقول النهارده ان اليو ديانج لما نزل ظهر بشكل كويس جدا، بتتكلم عن انه في خط الوسط يبقى لازم كان يبدا يكون في واحد دستروير اللي هو مفسد للهجمات. اعتقد ان اليو ديانج النهارده لو كان بدا من بدايه المباراه كان ممكن يحدث بعض الاخطاء في الناحيه الدفاعيه ويريح الناس الجزء اللي قدام في الدفاع. تمام. نقطه كمان، هل مفترض في وجود ياسر ابراهيم يكون مين الاساسي، ياسر ابراهيم ولا ايمن اشرف؟ خلينا نتكلم الاول على نقطه اليو ديانج. انا بتفق معاك تماما. يعني انا عن نفسي عشان اقدر احكم على اليو ديانج والناس كمان تقدر تحكم على ديانج، ان انت تشوف في الملعب. فوجوده مكان حمدي فتحي كان هيبقى منطقي جدا جنب عمرو السوليه، لان عمرو السوليه لاعب يقدر يبني هجمه لكن ما يقدرش يقطع الهجمه. اليو ديانج بيقدر يعمل الحته دي كويس جدا. اليو ديانج كمان في اخر الماتش كان بيقدر يسلم ويستلم بطريقه افضل من الاثنين اللي كانوا موجودين في نص الملعب. في قوه في الالتحام، القوه الجسمانيه برضو يعني ليها عامل كبير في كلاعب زي اليو ديانج. النقطه رقم 2 بقى اللي هنتكلم عليها، ياسر ابراهيم ولا ايمن اشرف ولا ايمن اشرف. مشكله ايمن اشرف ان هو لاعب قصير. اي نعم، موضوع الاسر النهارده ما كان ما عملش حاجه مثلا في كره رامي ربيعه بتاعت الجون في استلامه ياسين الشخاوي كلاعب طويل. بس وجود ايمن اشرف دايما يعني وجوده في المركز ده انا بشوف ان هو دايما مستني. انت في النهايه بتلعب قدام فرقه، يعني لو هنتكلم ونقول ان ايمن اشرف كامل الماتش كله، فرقه زي النجم عندها اطوال زي كريم لعيب الفيرويد الجزائري ياسين الشخاوي، لو في اي كره عاليه
هل ايمن اشرف هيقدر يطلع بقوه مع الاثنين مع الاطوال دي؟ دي نقطه. انا بشوف ان كان ان احنا محتاجين نشوف ثنائيه ياسر ابراهيم ورامي ربيعه عشان نقدر نحكم عليها. ما ينفعش بالتخيل. اكيد فايلر بيشوف ده في التمرينات، بس انت كجمهور وكماتش في ماتش كبير زي ده انت محتاج الاثنين يلعبوا، زي ثنائيه ياسر ابراهيم في الديربي مع محمود متولي. اي نعم هي ما طولتش كتير بسبب اصابه محمود متولي والاصابات، يعني هي علامه استفهام كبيره جدا في الاهلي. النهارده اصابه لعلي معلول، ظروف الماتش كانت صعبه بالنسبه للنادي الاهلي. زي ما قلت لك انت النهارده هيبقى في مشكله لو انت الناس كلها النهارده بتقول ان احنا عايزين نتفرج على بايلر وهو بيلعب ماتش خارج ملعبه مع فريق كبير زي النجم. بس النهارده انت هتشوف ان انت مش هتقدر تقيمه بمعنى ان انت ما تحكمش عليه في ماتش زي ده، لان انت الرد رقم واحد طبعا الاهلي بيلعب 10. فدي كانت نقطه النهارده سلبيه بالنسبه للاهلي، او بوظت الدنيا خالص في اول 13 دقيقه. قبل ماتش النجم الساحلي كانت الاراء اللي بتتقال ان هو يا جماعه ريني فايلر بادئ بدايه عظيمه جدا مع الاهلي، ولكن يبقى الاحتكاك القوي ممثل في مباراه النجم الساحلي، ولكن ظروف مباراه النجم الساحلي بتدفع الناس ان هي تؤجل. لا خلاص مش هنقدر برضه نقول على الراجل ان هو فشل في الاحتكاك القوي الاول، لان الظروف ما كانتش مسامحه ليه. ده نفس اللي حصل على فكره في مباراه السوبر اللي هي كانت اول مباراه حقيقيه للنادي فايلر. الاولى كانت كان سبورت بره، بعد كده السوبر قدام الزمالك بعد التقدم 3-0. البعض ارجع عوده الزمالك في اللقاء لظروف المباراه مش لعدم اداره النادي فايلر الجيده للقاء. بالتالي مش هنقدر نحكم على الراجل برضه دلوقتي. هو في الاخر بالارقام هو بادئ افضل بدايه في تاريخ اي مدرب مع الاهلي، سبع انتصارات وبطوله اللي هي السوبر وتصدر الدوري، مع طبعا هو مباريات اقل لو لعبها هيتصدر، وفي دوري الابطال في اهم دور المجموعات ده شيء عادي جدا. اول مباراه بتخسر، ولكن لسه المباراه اللي جايه بقى، المباراه اللي جايه امام الهلال الاسباني، والهلال النهارده كسب 2-1 2-1 في ام دمار. المباراه اللي جايه في استاد السلام، افتكر بعد خساره الاهلي الاولى دي اعتقد ان تاهل الاهلي شيء طبيعي، لكن مين اللي ممكن يرافق الاهلي؟ وهل الصداره بقت صعبه للاهلي في المجموعه ولا هو مبدئيا ماتش يوم الجمعه خلاص كده مفيش بديل عن الفوز؟ بالنسبه لاي فريق بيلعب في دوري ابطال افريقيا، ثلاث ماتشات على ملعبك بتسعة نقط، فما بقاش فيها كلام فكره الفوز. انت بتلعب فريق برده النهارده عن ثلاث نقط واعتبر متصدر المجموعه، فانت ماتش مش سهل تماما يعني. نقطه بقى الصعود دي برده يعني الهلال منافس، يعني انا شايف ان البطاقتين هي دايما هتبقى ما بين النجم والهلال والاهلي. زي ما قلت فكره ان انت او الاهلي عنده ماتش جاي مع الهلال يوم الجمعه، فخلي بالك كمان الاهلي هيرجع النهارده من تونس او بكره، عنده ماتش يوم الثلاث مع بني سويف، فدي نقطه برده. هل فايلر هيلعب البدلاء؟ وعنده مشكله كمان الضمه، علي معلول النهارده اصابه الضمه، احنا عارفين ان هي بتاخد وقت. يعني نتمنى طبعا الشفاء لعلي معلول، ونتمنى ان تكون الاصابه ما تكونش طبعا، يعني احنا بنتمنى اي لاعب ما تكونش اصابته طويله. فهو عنده برده نقطه في الحته دي. طبعا محمود وحيد كان موجود، وكانت النهارده لو في حد بيسال يعني محمود وحيد ما لعبش او هو ما كانش البديل، محمود وحيد كان بره القايمه. فزي ما قلت لك هو يوم الجمعه هو ماتش لا بديل عن الثلاث نقط بالنسبه للنادي الاهلي. ماتش الثلاث نقط انت لو انت عايز تروح لبعيد في البطوله طبعا، تسع نقط على ملعبك ما مفهومش كلام. بس طيب ده كان ماتش الاهلي، والاهلي زي ما قلنا بيبدا مشوار بخساره امام النجم الساحلي في تونس. الممثل المصري الثاني بقى في دوري ابطال افريقيا هو الزمالك، والزمالك بصدد ملاقات مازيمبي في الكونغو بكره في الساعه 3 عصرا ان شاء الله. مازيمبي على ملعبه ما خسرش من حوالي 10 سنين تقريبا، اخر خساره كانت امام الهلال السوداني، بس كانت في يعني في اياب مباراه مش فاكرها في النهائي او 8، ولكن في مباراه عموما يعني ان ما تاهلش منها الهلال، ومجرد ما كسبت المازيمبي كان هو تاهل. فمازيمبي على ملعبه حصن منيع، هنتقل ماتش الزمالك، ولكن
تقرا لنا شويه تعليقات بقى، مين الناس بتقول ايه وقرارات فعلها ايه على ماتش الاهلي والنجم الساحلي ده. في سمير عز الدين بيتكلم على ايمن اشرف وعدم احترامه بيه كمدافع. زي ما اتكلمنا برضو على نقطه ايمن اشرف، هي انا بشوف ان السلبيه اللي عند ايمن اشرف في الحته دي دايما ان هو لاعب قصير. لما هتيجي تلعب سيبك من الدوري، هو خلال السنه اللي فاتت كان معظم الوقت بتاع السيزون ايمن اشرف من المدافع، بس انا هنا بتكلم على تحدي تاني، تحدي دوري ابطال افريقيا. انت هنا بتلاعب مهاجمين اقوياء بدنيا وجسديا ومهاريا. هل ايمن اشرف ثنائيه ايمن اشرف ورامي ربيعه هتقدر تواجه ده؟ انت في النهايه عايز مدافع جسمانيا قوي وعلى الارض كمان. النهارده احنا لو هنتكلم على بعيد عن الطرد وهل هو صح ولا مش صح، ليه انت تشد مدافع؟ يعني الكوره متعلقه، يعني انت برده الكوره يعني فيها وعليها. هو ممكن يروح انفراد، بس هو اصلا هو بيستلم ممكن الكوره تطول منه. العاده اكدت لنا ان الكوره مش اوفسايد، اكدت لنا ان في شد. هل بقى الشد ده يستوي الطرد ولا لا؟ دي كانت نقطه خلافيه. بعض الناس بتقول لك لا هو طرد عشان فرصه خطر، بس انا بقول لك لا، الكره في الهواء مش في حوزه المهاجم يبقى ليه ضرر. فاحنا مش هنتكلم على ده ساعتها ولا لا، بس هنتكلم عن السذاجه. من الاخر السذاجه ان انت تحط نفسك في موقف زي ده والكره لسه مش في حوزه المهاجم، ما بتشكلتش خطوره. انت لو جريت شويه سبقته خلاص هتاخد الكوره. لو يعني ممكن تستنى لما يستلم بلد كده كده يعني هتطرد او هتعرض نفسك للطرد، عشان الناس في بدايه الماتش مش في اخره، الكوره مصيريه. فهي دي تبقى التمرات اللي بتتاخد في ثانيه واللي انت عايز تبقى عليها باخر، ان هي بتفرق ما بين ذكاء لاعب وكده. هو الخطا فعلا زي ما انت قلت هو خطا ساذج جدا. ليه؟ لا لو هنفترض كده ان هو راح يجيب جول، انت الدقيقه 13 عندك وقت وانت 11 لعيب بتواجه 11 لعيب، ان انت ترجع تاني. والاهلي في اول 10 دقايق كان باين جدا لاي حد بيتفرج على الماتش ان هو بيلعب كوره على الارض كويس جدا. ده بالاضافه الى بقى ان الاهلي هو بيلاعب النجم وهو 11 لاعب والاهلي 10 لاعبين، الاهلي كان قادر ينقل كوره على الارض، ما كانش فيه خطوره على المرمى حقيقيه ضاعت او في فرص محققه تقدر تقول انها ضاعت للاهلي. بس كان الاهلي لو كمل الماتش ب 11 لاعب، حتى لو انت بالكوره دي دخلت 1-0، بس انت عندك الامكانيه ان انت ترجع تاني. انت قلبت الماتش كله ليه؟ لان انت في النهايه جبت لاعب رقم 10 بيلعب وليد سليمان اللي بيلعب 10 في نص الملعب تحت الفراوده، جبته طلعته قعدته على الدكه، وجبت محمد هاني اللي هو باك يمين حطيته في مكانه، وحطيت احمد فتحي لعب النهارده في ثلاث اماكن مختلفه، لعب باك يمين في بدايه الماتش ولعب مساك وبعد كده لعب باك ليفت، وكان بيزيد في نص الملعب قدام في اخر الملعب في اخر الماتش. فانت بعيد عن ان انت خسرت فريقك لاعب جوه الملعب، انت كمان خسرت فريقك او تغيير لعبت في اساس الفريق تقدر تقول في وقت مبكر جدا جدا. كمل بقى رد التعليقات عشان نخش بعد كده على ماتش الزمالك. في تاني في ناس بتسال على القرعه بتاعت المسابقات بتاعت البلاي ستيشن بعد النهارده، ده هنعمل فيه لايف هيطلع هنعلم فيه عن الفايزين، عشان هنسحب فيه القرعه ونشوف مين هيكسب باذن الله البلاي ستيشن عن توقعات نتائج ماتشات دوري ابطال اوروبا. الناس بتتكلم عن معظم الناس بتتكلم عن الحكم. تاني برضو معظم الكلام على ايمن اشرف. شيكو بيتكلم على ايمن اشرف بيقول لك ان ايمن وجوده في قلب الدفاع غلط في ظل وجود ياسر ابراهيم على الدكه. طبعا اعتقد ان انا متفق مع شيكو. طيب نروح للزمالك. الزمالك فيه مواجهه مازيمبي، زي ما قلنا ماتش صعب جدا، كل زائر لمازيمبي هو في انتظار مباراه صعبه ايا كان اسم الفريق اللي رايح. من الاخر يعني مازيمبي كمان بيحتفل بمرور 80 سنه على تاسيسه، وعامل اجواء احتفاليه، شحن جماهيري، حفل للجماهير قبل بدايه المباراه. الخبر السعيد للزمالك يعني ان هو كلافا هيغيب عن المباراه بشكل رسمي، ولكن في المقابل الخبر السيء هو اقتراب طارق حامد بنسبه كبيره جدا جدا من الغياب عن المباراه. طارق حامد مسمار نادي الزمالك اللي هو اللي يعني عنصر الامان دائما وابدا في اي فريق بيلعب فيه سواء الزمالك او مع منتخب مصر.
طارق حامد بشكل كبير جدا هيكون خارج المباراه لعدم الجاهزيه. النهارده بالاكيد ان هو ما اتمرنش التدريب الجماعي، اكتفى بالجري حوالين الملعب، وبالتالي فالاقرب ان هو مش حتى لو خف فهو مش جاهز، ما اتمرنش بقاله فتره طويله جدا، حتى في معسكر منتخب مصر ما كانش بيتمرن التدريبات الجماعيه، ما كان بيتمرن بس التدريب الرئيسي قبل كل مباراه، فهو اصابته من فتره ومستمره، وبالتالي غالبا مش هيلعب المباراه. في غياب طارق حامد وعودة فرجاني ساسي، اعتقد ان فرجاني ساسي هيكون اساسي في اللقاء، ولكن مين هيلعب جنبه؟ هل محمد حسن؟ محمد حسن لعب الماتش اللي فات، لعب شوط واحد وخرج. محمد حسن ما بيساعدش نفسه رغم ان هو الفرصة بتجيله، قبل كده كان لما الزمالك بيحتاجه في غياب طارق حامد او فرجاني ساسي كان هو بالصدفة او لسوء الحظ بيكون مصاب، لكن حاليا وهو سليم لما لعب الماتش قدام انبي ما كانش ال 45 دقيقه بس بالظبط واتغير. بص هو في نقطه برضو، محمد حسن قعد سيزون فتره طويله ما بيلعبش تقريبا، ماتشات قليله جدا، جروس كان دايما معتمد على حوالي 13 او 14 لعيب 14 لعيب، فكان دايما في عدم اعتماد عليه، فهو فجاه بقى بيلعب. في لعيبه كده ما تقدرش تجيبه زي ما بيتقال من اي لاعب طب يلعب، فمش هيجيب مستويات ماتش او اثنين. غياب طارق حامد طبعا خساره كبيره للزمالك، او اقتراب غياب طارق حامد عن الزمالك في مباراه مازيمبي هتبقى مشكله كبيره جدا، زي ما قلت لك نفس مشكله الاهلي في غياب حمدي فتحي بعد الاصابه. وجود اللاعب اللي بيقطع الكوره في نص الملعب ده مهم جدا 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 وانت بتلعب بره ملعبك. انت ده يمكن يعني ده المركز اهم مركز في الملعب بعد حارس المرمى، لان لاعب انت الخصم بيجي لك من نص الملعب، طارق حامد دايما بتلاقيه في كل حته، بتلاقيه بيغطي ورا على خط الدفاع على الباكين، فطارق هتبقى مشكله كبيره جدا. المشكله بقى بديله فرجاني، هنقدر نقول ان فرجاني متاح بنسبه كبيره قدام ميسي ان هو يبقى موجود في التشكيل بكره. محمد حسن اعتقد يعني هو ما عندوش اي اختيار تاني. هو ده بقى ده السؤال، هل محمد حسن يعني انت لو مكانه محمد حسن الراجل اللي هو المفترض ان هو فيه الصفات اللي انت بتتكلم عنها دي، ان هو قاطع للكرات ومفسد للهجمات ولكن مش جاهز لان لما شارك ما كانش بمستوى جيد، ولا احمد سيد زيزو اللي هو بيقدر ان هو يؤدي في المركز ده بس طبعا مش مركزه الاساسي، مش عنده السمه اللي هي الدفاعيه غالبه على الهجوميه، لا السمه الهجوميه غالبه، وبالتالي هيكون اثنين في الهاف فندرز بتوعك فرجاني ساسي واحمد سيد زيزو الاثنين بطابع هجومي مش بطابع دفاعي. هي دي بقى فريق قوي زي ما زيمبي بيبقى خارج ملعبه. انا شايف ان انت او ماتشو قدامه خيار واحد بس اللي هو محمد حسن، وجود احمد سيد زيزو كمان. احمد سيد زيزو في الفتره الاخيره انا بشوف ان هو بيقدم مستوى كويس جدا طبعا. في تحت الفراوده هو بيطور من نفسه في حته الشوط دي، فبقى بيروح على الجون وبيشوط سريع لا سريع، يعني لو مفيش حد قدام ميتشو فهو اكيد هيبقى هو الخيار رقم واحد. بس انا شايف ان محمد حسن، بس المشكله ان محمد حسن دخل في مشكله مع الجمهور، في كان في انتقادات ليه كبيره الماتش اللي فات وهو كان شاير ستوري كده بس بسيطه يعني بسيطه تمام عدت هو في النهايه لاعب الكوره لازم يركز على جوه الملعب. في النهايه الانتقادات من الجمهور دي وارد جدا ومنطقيه جدا، عليك ان انت تتقبلها. في النهاية انت لو بترد عندك رد هترد في الملعب، يعني انت لو سبت دماغك للقيل والقال والناس بتقول، انت طبعا ان انت تهتم بآراء الناس دي حاجة مهمة جدا، بس في نفس الوقت انت شوف انت ايه المشكلة اللي عندك وطورها جوه الملعب. انت عندك فرصة دلوقتي مفيش حد في مركزك اصلا بعد اصابة محمود عبد العزيز بالرباط الصليبي، انت في المكان ده مفيش غير فرجاني ساسي طارق حامد وهو رقم 3، فاللي هو اي حد يعني بيعطس انت هتلعب ففرصتك ده تشارك كتير، فانت ما تحاولش ان انت تخش في صدمات مع الجمهور، لان انت في النهايه مش هتكسب اي حاجه، بالعكس انت اللي هتخسر. زي ما قلت لك دي النقطه او دي المشكله بالنسبه لماتش بكره في الماتش او لاعب النص رقم 2 اللي جنب فرجاني ساسي. زي ما قلت انا بشوف ان هو محمد حسن، لان هو ما قدموش اصلا خيار زي كده. لعيبه مازيمبي بتلعب كوره على الارض كويس جدا، فريق قوي جدا على ملعبه، فانت ما قدامكش من غير ان انت تدافع قدامه بشكل كويس او تبقى منظم صفوفك كويس. لو هنبص كده نقول تشكيل مثالي للزمالك بكره في ظل الظروف، يبقى نقول محمد عواد حارس مرمى، باك يمين حمدي النقاز،
اثنين مساكين محمود علاء، اعتقد بقى عوده محمد عبد الغني لازمه افضل من محمود الونش. عبد الغني كان بديل في الماتش اللي فات، ولكن هو خلاص بقى جاهز وخف من اصابته تماما، يبقى هو البديل المفترض ان هو يبدا. كمان عوده عبد الله وجمعه مفترض ان هي تكون لازمه في الماتش اللي جاي، لان هو الاساسي على محمد عبد الشافي وخلاص هو خف من اصابته. المشكله زي ما قلنا هتكون في الاثنين هاف ديفندر، فرجاني ساسي ما دام رجع يبقى ان شاء الله هيكون موجود، اللي جنبه سواء محمد حسن او احمد سيد زيزو، هي دي النقطه اللي هتبقى الخلافيه. الثلاثه اللي قدام على الشمال هيكون اشرف بن شرقي اللي رجع طبعا برده الماتش اللي فات عن ماتش ام بي كان غائب للايقاف، النص اوباما برده رجع بعد ما كان مصاب، ونجم بقى ونجم هيتحط على الناحيه اليمين، ومهاجم وحيد هو مصطفى محمد. اعتقد ان هو ده التشكيل المثالي للزمالك في المباراه دي. وفي الاخر بقى يبقى التوفيق من عند ربنا، نتمنى طبعا الفوز للزمالك زي ما بنتمنى الفوز للجزء الاخير بقى في الحديث النهارده للمصري وبيراميدز ممثله الكره المصريه في الكونفدراليه. المصري هيواجه نوازيبو الموريتاني يوم السبت، لا سوري يوم الاحد بعد بكره في نوازيبو في موريتانيا. نوازيبو فريق موريتاني لأول مرة بيصل لدور المجموعات، وأول مرة تاريخيا أصلا فريق موريتاني يوصل لدور المجموعات في أي بطولة قارية. فمباراة مفترض أن في فوارق في مستوى بين الكرة المصرية وبين الكرة الموريتانية، ولكن الكرة الموريتانية في تحسن مستمر وفي تطور مستمر، وبالتالي المصري يجب أن يحذر تماما من فريق نوازيبو. كمان بيلعبوا على ملعب اللي بيلعب عليه منتخب موريتانيا مبارياته في نواكشوط في العاصمة، ملعب أجواءه عظيمة جدا، أجواءه مخيفة جدا لأي منافس، فبالتالي المباراة لن تكون بالسهولة اللي بيتوقعها البعض. نتمنى أكيد الفوز للنادي المصري، وهو مصري أضاف ثلاث لاعبين ميلو على قائمته الإفريقية، مفتاح طقطق اللي كان حصل له نفس الموقف بتاع محمد ونجم مع الزمالك لأنه كان مقيد في فريق تاني المصري جابه منه فاتأيد خلاص. كمان عماد فتحي وبهاء مجدي اللي هما الصفقتين اللي كانوا جم متأخر، فتحي اللي دايما موجود مع إيهاب جلال طبعا رجل إيهاب جلال الأول، وبهاء مجدي لأن المصري لعب الماتشات اللي فاتت كلها من غير ولا باك شمال في قائمته، كان بيلعب بعمر كمال عبد الواحد باك شمال أو عبد الناصر دي ماريا أيا كان، بيحاول مركز أي حد إن هو يوفقه في المركز ده، ولكن المصري حاليا بيمتلك بهاء مجدي كباك أيسر، مركزه الأساسي هو باك أيسر أو باك شمال. فأنا أتمنى إن كل ده برضو يطفي يعني أفضلية للمصري في اللقاء. وأخيرا بيراميدز اللي في مواجهة صعبة، معايا برضو مدرب الديساب وخبرته في افريقيا. قبل بس ديساب هنتكلم عن المصري شويه، ايهاب جلال المدرب خبرته يعني الى حد ما دلوقتي بقى يعني الفرقه مع ايهاب جلال بقت يعني ليها شكل طبعا بالظبط، فاعتقد ان هو يقدر يقدم او يرجع بالثلاث نقط. بيراميدز برضو مع ديساب الخبير في افريقيا يعني زي او مدرب جاي من خلفيه افريقيه، ان هو كان بيدرب اكتر من فريق، كان بيدرب الوداد وكان بيدرب منتخب اوغندا، فهو مدرب عنده الخبره الافريقيه. بيراميدز هيلعبوا اينوجو رينجرز في نيجيريا، فريق ليه تاريخ يعني مع الانديه المصريه، فريق مش سبق ليه ان هو فاز على الاهلي وفاز على الزمالك، فبالتالي هو فريق متمرس افريقيا مقابل بيراميدز اللي هو اسما اول مشاركه ليه، لكن على الارض يعني على الارض الواقع وفعليا كل لاعبي بيراميدز فيهم تاريخ افريقي، بدايه من احمد الشناوي في حراس المرمى وصولا لجون انتوي في الهجوم، وما بينهم علي جبر وعمر جابر وعبد الله السعيد، بس طبعا عبد الله السعيد مصاب، كلها يعني كلهم لاعبين اصحاب خبرات افريقيه، فمش هنقول ان هي اول مشاركه، لا هو الاسم اول مره ولكن كلهم متمرسين جدا افريقيا وقادرين على العوده من نيجيريا ان شاء الله بفوز. برضو تاريخيا عمر ما في فريقين مصريين وقعوا مع بعض في مجموعه واحده سواء في دوري الابطال او في الكونفدراليه وصعدوا مع بعض، بدايه من 2003 المقاولين والاسماعيلي. نتمنى ان المره دي تكون اول مره طبعا مصري وبيراميدز يتاهل سويا عن المجموعه، وتكون صفقه تاريخيه تبقى سنه بعد كده ان شاء الله، ان هو كل ما فريقين مصريين يكونوا موجودين في مجموعه واحده يتاهلوا مع بعض.
عندك تعليق تانية تحب تقولها ولا؟ معظم الناس بتتكلم عن حكم الماتش. طبعا الفاظ لا يمكن ذكرها. ومعظم الكومنتات بتتكلم عن التوقعات. والله قلنا يا جماعه في لايف كمان شويه هنعلن فيه اسم الفايز. زي ما قلت لك معظم الناس بتتكلم عن حكم الماتش النهارده اللي هو يعني زي ما قلنا. طب في نقطه برضو انا نسيت اتكلم عنها, فكره ان الحكم دايما في بعض الحكام بتقدر تخنق الماتش بفاولات. كان في لقطه في اخر الماتش رمضان صبحي فاول من على حدود 18 الحكم قرر ان هو يستمر اللعب. في حكام سواء بقى النهارده انا بتكلم على النهارده او عموما حكام في افريقيا دايما او الماتشات بتاعه افريقيا دايما الحكام فيها بتقدر تخنقها بشكل كويس جدا اللي هو ازاي فاول اوت. عايز انا اقول حاجه بقى هنا وبدون اي انتباهات والله, بس فاكر لما الاهلي اخذ 5 دوري ابطال افريقيا في 10 سنين؟ تمام من 2005 لحد 2014 في 9 سنين 5 دوري ابطال. فاكر لما الزمالك اخذ دوري ابطال افريقيا في 2002 واخذ الكونفدراليه السنه اللي فاتت؟ هل في مشوار الست بطولات دول, 5 للاهلي وواحده للزمالك وكمان في واحده كونفدراليه للاهلي يعني 6 للاهلي وواحده للزمالك, ما واجهوش تحكيم سيء؟ اكيد. يبقى في الاخر انت خلاص اتعودت. انا بالنسبه لي انا كواحد انا عن نفسي كشخص مش بقول بقى كمشجع او انا كشخص عمري ما بقيت بعلق على التحكيم لان عارف ان هي بقت اداه من ضمن الادوات اللي موجوده على طول في افريقيا, فمش هتفاجئ كل مره هاخد على قفايا التحكيم واتفاجئ. ما خلاص بقى يعني انا بقيت عارف, فلازم ان انا وانا بكون فريقي وانا داخل اكون عارف ان ده عامل من ضمن العوامل اللي هواجهها. لو انا ما عنديش القدره ان انا اهزم التحكيم ده لم ما دام ما وصلتش لمرحله الفجر, عشان احيانا بيوصل لمرحله ان هو لا خلاص بقى هعمل ايه يعني, فاهم؟ العرجوم مثلا فاهم اللي هو لا خلاص كده انا يعني عملت اللي على اللي هو لا دي حاجات استثنائيه, لكن طرد هي وقعت حكميه يعني عاديه يا فاهم الحاجات اللي هي ايه. حتى انت هنا كف مصر ممكن تختلف عليها انها حصلت ولا لا, يبقى لا مش هخلي دي حجتي, انا اخدها حافز ان انا اقوي من نفسي علشان احسن من نفسي واوصل فعلا لمرحله ان انا قايمه قويه قادره ان هي تتغلب على اي فريق وتتغلب على الظروف الاستثنائيه اللي هي العاديه, مش الظروف اللي خلاص بقى ما فيش منها معارضه. فده اعتقد ان هو حكم النهارده ممكن ما كانش افضل شيء, ممكن يكون ظلم الاهلي في كره ايمن اشرف وهي لقطه جدليه, ولكن ما ينفعش ان انا اعلق عليها شمعتي واقول خلاص يا جماعه لا خسرت بسبب التحكيم. لا انا لازم اخدها حافز ان انا احسن من نفسي لو فعلا الاهلي هدفه ان هو على كلامك حاجه فكره ان اللاعب لازم لاعب الكوره دلوقتي انت بتعمل بتشتغل شغلانه تحت ضغط يعني, ففكره ان انت تضغط بعد اللي بتتضرب فتجري دايما على الحكم وعلى كل كوره. انا زي احنا اتعودنا على اللقطات دي في افريقيا, فمن الذكاء ان انت تقدر تتعامل في لقطات زي ما انت قلت اللي هي انت ما تقدرش ان انت تتكلم عنها او ما فيش فيها اي جدال, زي مثلا جون مايكل اندرومو في الاهلي في 2010 على ما اعتقد, لقطتين ضربه الجزاء بتوع في 2008 او 2007 قدام النجم الساحلي. ففي لقطات انت ما تقدرش ان انت تتكلم عليها او فيها اي كلام تاني, لكن في لقطات زي النهارده زي ما بقول لك ان الماتش بيتخانق عليك انت حاول على قد ما تقدر ان انت تلعب كوره, العب على الارض. يعني انا عارف ان ده بيحجمك كلاعب, بس انت في النهايه خدت خبره من اللعب في افريقيا. هو ده في حاجات كده مش هتتغير بالكوره, منها التحكيم في افريقيا هيفضل فيه مشاكل دايما, سواء انت يعني المشاكل او الاخطاء التحكيميه دي واضحه او غير واضحه, بس في النهايه ده جزء كبير جدا من اللعب في افريقيا. فانت كلاعيبه لعيبه الاهلي السكواد الحالي بتاع النادي الاهلي لعب في افريقيا يعني في الوقت الحالي كتير. بالكلام ده برضو بنتكلم على الانديه المصريه كلها, الزمالك بيراميدز عشان فريق جديد, بس انت في النهايه لازم يعني ممكن تبقى رافض للوضع الحالي وليك موقف, بس في نفس الوقت في حاجات هتقدر للاسف خلاص ده اللي موجود هتقدر تتعامل معاه, وانت ما ينفعش تخرج بره الماتش بدري ان انت تجري تتخانق على الحكم على كوره اوت او في الاخر. عمري ما شفت ان حد كسب بالطريقه دي يعني, فاهم اللي هو انت لا انت الحاجه الوحيده اللي ممكن تتغير ان انت هتتوقف. يعني مثلا لقطه زي لقطه حسين الشحات في نهايه المباراه ان هو رايح يخبط اللاعب بتاع الترجي وهو معدي, انت استفدت ايه؟ في حد بيتكلم عن تطبيق الفار في البطوله يعني احنا مطبق حصل ايه؟ حصلت خناقه كبيره جدا لحد النهارده ما خلصتش على اللقب سبحان الله دايما المشاكل سمت قاره افريقيا في الكوره.
فاعتقد ان احنا يعني في اوقات بنقول ان احنا الحمد لله ان الماتش النهارده متذاع في افريقيا. ففكره ان يبقى في فار من اول بطوله اعتقد ان هي هتبقى يعني صعبه جدا حاليا, منطقيا مش هتطبق, صعبه جدا في الوقت الحالي عموما انها تتطبق بس في نهايه او في الادوار اللي ولما الصحيح. تتطبق صح بالزبط. ده الاهم بقى كمان انها تتطبق. كفايه كده شكرا لكل شافونا. هارد لك للأهلي النهاردة, نتمنى الفوز للزمالك بكرة وللمصري وبيراميدز بعد بكرة. شكرا وإلى اللقاء.